ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد. أحمده تعالى وأستعين به وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمت بالأمس عن فتن يتعرض لها الإنسان في حياته، وذنوب تلاحقه عن طريق الشيطان في كل مكان، وأشياء قد يقع فيها الإنسان وهو لا يدري ويتحمل أوزارا كثيرة وهو لا يدري، ويتساهل في أن هذه الذنوب من الصغائر، أو قد يزينها الشيطان له ويجعل هذا العبد يحتقر المعصية، يحتقر الذنب، حتى أنه يراه لا شيء. فلا بد وأن يعلم العبد أنه مضطهد، أنه مضطهد، مضطهد من من؟ من عدوه، كما قال ربنا جل جلاله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولكن مع هذه العداوة الظاهرة التي أعلنها هذا اللعين من يوم أن خلقه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بين لنا ربنا جل جلاله أنه هذا اللعين العدو لا بد وأن نتخذه عدوا لنا، لأنه يريد منا أن نكون من أصحاب السعير، من أتباعه. بين لنا ربنا جل جلاله أن مكره وكيده مهما كان فهو ضعيف، كما قال ربي جل جلاله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. برغم، شوف، العداوة الكبيرة التي بينه وبين الإنسان، لكن مع ذلك هذه العداوة تكمن في أنه يريد أن يوقع العبد في شراك المعصية، ولكن مع ذلك فكيده ضعيف. الشيطان يفر من الإنسان الذاكر لله سبحانه وتعالى. الحصن الحصين الذي إذا أراد الإنسان أن ينجو من كيد هذا اللعين، إذا أراد الإنسان أن يحتمي فليحتمي بالله سبحانه وتعالى، فليستعن بالله جل جلاله على هذا العدو أولا. وإن وقعنا في المعصية بذنوبنا، فسرعان ما نجدد التوبة والذكر لله جل جلاله. الذكر من أهم وأعظم الحصون التي يحتمي بها الإنسان من هذا العدو. يقول كما روى الإمام الترمذي والإمام أحمد بسند حسن عن الحارث الأشعري أن الله سبحانه وتعالى لما أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بكلمات خمس لبني إسرائيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له خمس كلمات:
الشاهد فيها قال من بين هذه الكلمات: وأوصيكم وأمركم بذكر الله، وأمركم بذكر الله، فإن مثل الذاكر لله يبين كيف أن الشيطان يلاحق الإنسان. خرج العدو في أثر هذا الإنسان في أثره سراعا، فأتى على حصن حصين فاحتمى به، فأتى على حصن حصين فاحتمى به، فمثل ذلك مثل الذاكر يحتمي فيه من الشيطان، الإنسان يحتمي بهذا الحصن من الشيطان، لكن مين اللي يحتمي في هذا الحصن أو بهذا الحصن؟ الإنسان الذاكر، لأن القلب الذاكر لله سبحانه وتعالى قلب يقظ، قلب متذكر، قلب قاعد منتظر، عارف إنه في عدو جاي له من المكان ده، فهو قاعد منتظر، منتظر لو جاله هيصد بالاستعاذة والذكر وأي شيء يستطيع الإنسان أن يقاوم به هذا العدو يقاومه به. الشيطان استثنى من؟ من الذين لا يستطيع أن يضلهم أو يغويهم، قال: إلا عبادك منهم المخلصين. الإنسان المخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى إنسان عبد على ذكر دائم لله جل جلاله. الذكر ليس مجرد كلمات يرددها اللسان فقط، لا، لا نختزل الذكر في الترديد باللسان، بل الذكر كما قلت من قبل مفهومه أوسع وأشمل من ذلك بكثير. الإنسان يذكر ربه في كل أحواله وأوقاته وفي خلواته وفي كل صغيرة وكبيرة، وفي عمله وفي بيته وفي شارعه، في كل شيء، لأنه يعلم أن الله جل جلاله مطلع عليه ومطلع على قلبه ومطلع على كل أحواله. فكون العبد يعلم يقينا بأنه مراقب من الله جل جلاله، يراقب الإنسان، فهذه المراقبة تجعل العبد يراقب أيضا هو مولاه في أنه يعلم أن الله ينظر إليه وأن الله مطلع عليه، فيستحي من الله جل جلاله أن يراه الله في غفلة عنه أو في معصية لله والعياذ بالله. قلب المؤمن كما ذكرت من قبل، قلب المؤمن أو قلب العبد هو أغلى وأثمن ما فيه. القلب كما قلت هو ملك الأعضاء والجوارح تبع له. هذا القلب يريد الشيطان أن يتسلل إليه. فتعالى كده، لو أن لص من اللصوص أراد أن يسرق بيتا بيعمل إيه؟ اللص أو الحرامي لما يحب يسرق مكان يعمل إيه؟ يفضل متربص، متربص كده، منتظر إيه؟ منتظر أصحاب البيت اللي هو عاوز يدخلوا ده، متربص لهم إن هم يعملوا إيه؟ إن هم يخرجوا أو يسافروا أو يناموا، مش كده؟ مش دي الأحوال اللي بينتظر فيها اللص إنه ينقض على المكان اللي هيسطو عليه؟ فهو منتظر اللحظة دي، قاعد منتظر، بمجرد ما أصحاب البيت يناموا نوم عميق في الليل مثلا أو يخرجوا أو يسافروا، خلاص المكان بقى إيه؟ المكان بقى فاضي. حتى لو هم نايمين مش مشكلة، يدخل برضه، ما هو الشيطان زين له المعصية فأعماه عن هذا الأمر، عن الحقيقة، لم يعد يبصر الحقيقة. ففي لحظة من اللحظات التي يغفل فيها أهل المكان عن المكان ينقض هذا اللص على المكان. فكذلك الشيطان، الشيطان في لحظات الغفلة
الشيطان في لحظات الغفلة يتسلل إلى قلب الإنسان ليوقعه في المعصية. فقلب المؤمن قلب عامر بالإيمان، قلب مليء درر جواهر. فتخيل مثلا لو إن إحنا عندنا منزل بيت الملك مثلا، هذا البيت على ما فيه وعلى ضخامته وعلى ما يحتويه هذا البيت من جواهر ولآلئ ودرر ثمينة، ولكن هذا البيت محاط بالسور ومحاط بالحراسات ومحاط بكل وسائل الأمان، وقلب آخر خرب، قلب وبيت عفوا وبيت خرب، لا سور ولا أمان ولا حصون ولا أي شيء، قلب مفتح الأبواب والشبابيك وكل شيء، بيت خرب وليس فيه شيء، وبيت فيه أيضا لآلئ ودرر ولكنه ليس به سور وليس به حراسات وليست به أي وسائل للأمان. انظر إلى هذه البيوت الثلاث: بيت الملك الذي هو محاط بالأسوار والحراسات ووسائل الحماية والأمان، والبيت الخرب الذي هو مفتح الأبواب والشبابيك وكل شيء، والبيت الثالث الذي فيه لآلئ ودرر وجواهر ولكنه ليس فيه أي وسيلة من وسائل الحماية أو أي وسيلة من وسائل الأمان التي تحمي هذه اللآلئ وهذه الدرر وهذه الجواهر. مثل هذه البيوت بيت الملك الذي هو محاط بالأسوار والحراس، هذا مثل قلب الموحد المؤمن الذاكر لله سبحانه وتعالى. الإنسان الذاكر لله عنده من الحصون ما يحميه. أول ما عدو، خلي بالك، أول ما عدو يقرب من البدة، حد يقدر يتسلل إليه؟ حد يقدر يدخل إليه؟ لا، مش كده؟ عمره ما يدخل. ليه؟ لأنه عارف أنه لو دخل هتكون نهايته على يد الحراس، على يد الحماية اللي موجودة أو الحصن اللي موجود حوالين البدة. فقلب المؤمن مليء لآلئ ودرر وجواهر، هذه اللآلئ هي التوحيد لله سبحانه وتعالى، وما أعظم من نعمة، الإيمان بالله جل جلاله، اليقين في الله جل جلاله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كل دي لآلئ ودرر في قلب الإنسان، قلب مؤمن، قلب موحد، قلب على يقين، قلب مخلص، قلب ذاكر لله سبحانه وتعالى. فهذا القلب الذي أحيط بسياج من الحماية والأمان لا يستطيع أن يقربه الشيطان بأي حال من الأحوال. والبيت الخرب هذا مثل قلب الكافر. الكافر خلاص، الشيطان ما عادش له عنده حاجة، ما عادش في شغل معاه، خلاص هو مش عايزه دلوقتي، هو خلاص ضمنه ان هو من جماعته من حزبه، فالشيطان لا يقرب ولا يتسلل اليه، مع انه مفتوح مفتح الابواب والشبابيك وكل شيء، حتى وان كان في اي شيء خلاص لانه هو خرب من جوه. والبيت الثالث بيت المؤمن الموحد، ولكنه لم يجعل هذا البيت، اي لم يجعل هذا العبد، هذا القلب محاط بسياج من الحماية والحصن والأمان. فالإنسان الذاكر لله سبحانه وتعالى هو يحتمي بهذا الحصن الحصين من هذا العدو اللعين، وهو على يقين تام بأنه لو أتى إليه هذا العدو في أي لحظة من اللحظات سرعان ما يتذكر، سرعان ما ينتبه،
أوحى إلي بنظرة، ده شيطان. أوحى إلي بفعل حرام، هذا شيطان. ربما تأتيك المعصية في أي صورة من الصور، تأتيك المعصية في صورة امرأة، تأتيك المعصية في صورة مال، في فتنة، في شبهة، في أي شيء. لكن القلب اليقظ المتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى قلب حي لم يمت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل إيه؟ كمثل الحي والميت. فالقلب الحي قلب يقظ على طول، أول ما يجيله لا عندك مش هتقدر تدخل، ممنوع تدخل، على طول استغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب أعني عليه، يا رب نجني منه، يا رب خلصني منه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويفضل يسبح ويكبر ويستغفر ويستعيذ لأنه يقظ وعنده وسائل الحماية والأمان. لكن الثاني يتسلل إليه الشيطان في لحظات الغفلة ويزين له المعصية فيسيطر عليه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى إيه؟ إلى ذكر الله. قلبه لم يقسو بعد، لم يقسو بعد ببعده عن ذكر الله، قلبه قلب حي، والأعضاء أصبحت تابعة له، فهو يحتمي بذكر الله من هذا العدو اللعين. فهذا من أهم الحصون بعد الاستعانة بالله والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، أن تستعيذ بالله من هذا الشيطان الرجيم، كما قال رب العالمين: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. على طول استعذ بالله على طول من الشيطان الرجيم. لا تغفل عن الاستعاذة أبدا بأي حال من الأحوال، ولا تغفل عن الاستعانة بالله جل جلاله بأي حال من الأحوال. وإن رأيت الفتنة أو المعصية أو أي شيء لا تعرض نفسك لها، لا تعرض نفسك لها، لأنك لا تدري كيف يكون حال قلبك حينما تعرض عليه المعصية أو الفتنة، فقد يتشرب القلب هذه الفتنة أو هذه المعصية وهو لا يدري، ثم يكون لها من التوابع ما لا يحمد عقباه بعد ذلك. ما تقولش أنا رجل متقي وعارف، لا 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 لا، ما أقدرش أنا أدخل وأقعد ما فيش مشكلة، بص عادي ما فيش مشكلة، إن أنا عارف نفسي. لا يا أخي، والله ما تضمن نفسك ولو ثانية، ولو ثانية، في هذه الثانية يتسلل إليك الشيطان ويوقعك في المعصية وأنت لا تدري. بعدها الإنسان إيه اللي أنا عملته ده، إيه اللي أنا عملته ده، إيه ده، أنا كنت فين؟ خلاص، ما أنت وقعت وقعت. وبعدها بقى ترجع يفيق الإنسان ويستيقظ مرة أخرى ثانية، وهو القلوب بتتقلب بين هذا وذاك. بعدها يقول يرجع بقى يندم تاني ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى تاني، ويرجع إلى الله جل جلاله ولا يصر على هذه المعصية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه؟ ذكروا الله، ذكروا الله. فلما تذكروا الله وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أسأل الله جل جلاله أن يحميني وأن يعصمنا جميعا من الشيطان. اللهم عصمنا من الشيطان، اللهم عصمنا من كيد الشيطان، اللهم عصمنا من كيد الشيطان، اللهم احفظنا من الشيطان اللهم احفظنا من الشيطان وأعوانه، اللهم احفظنا من الشيطان وأعوانه، اللهم أعنا عليه يا رب العالمين، اللهم أعنا عليه يا رب العالمين، اللهم أعنا عليه يا رب العالمين، اللهم نجنا من الفتن، اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظنا، احفظ بناتنا،
احفظ نساءنا، احفظ شبابنا، اهدنا واهد بنا يا رب، واجعلنا سببا لمن اهتدى. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.